مرحبا، معكم كارمن شماس. كيف بده يكون اليوم السبت 16 ايلول سبتمبر؟ يوم القمر مرافقنا من برج الميزان الهوائي، اجواء حلوه صارت. واخيرا لمواليد الابراج الهوائيه، مواليد برج الميزان الجوزاء والدلو، كيف بده يكون نهارنا؟ البدايه مع برج الحمل، نهار متقلب، القمر معاكسك، ففي احتمال انه اليوم مولود برج الحمل ما يحمل مزحه، يعني ما تمزحوا مع مواليد برج الحمل اليوم لانه خلقه ضيق ومستعجل ومش فاضي، فبعدوا على المشاكل. إذا حدا تحديكم بعدوا على المشاكل، إذا منا لحال الأمور وصلت لعندكم كونوا رايقين وكونوا هادين. منكمل مع برج الثور، مواليد برج الثور الأجواء منا مثل امبارح رائعة، لكن الجو ليس سلبيا. حاولوا مواليد برج الثور أنه تتعاملوا مع الأمر الواقع، في شغل، في اهتمامات، نهار سبت، نهار أحد، فبعدوا عن هالقصص المعقدة. إذا اضطريتوا حاولوا تحلوها دغري وما تأجلوا أي مشكل للتنين وثلاثة، لأن الأمور معقول تكون شوي أصعب، خاصة عند 14-15 أيار مايو. بنروح لبرج الجوزاء، واخيرا الامور صارت حلوه عندكم، واخيرا صار في شويه مرح بالاجواء، عطله اسبوع حلوه تبشر بانفراج وتبشر طبعا بارتياح. فمواليد برج الجوزاء اليوم فيكم تكونوا من اكثر الابراج حظا نسبيا من اول الاسبوع لحد هلا. فعلا اليوم هو نهار بكافئ جهودكم وطول بالكم، هذا اذا صبرتوا. كلكم محظوظين اليوم. نروح لبرج السرطان، في بعض القصص يلي بدكم تهدوا من شينا، يمكن مشغولين عم بتلحقوا عم تجيبوا غراض للبيت للعيلة للقصص من حولكم، المنزل، يعني في بعض القصص يلي اليوم بنشغل فيها مولود برج السرطان، وهذا أمر كتير طبيعي. أهم شيء إنه تبعدوا عن المشاكل، لأنه اليوم القمر برج الميزان معقول يسبب لكم شوية حساسية، مش مشكل أو خلاف، شوية حساسية بينكم وبين أقربائكم أحبائكم أو حتى الناس يلي أنتم بتتعاطوا معها في الشارع، فبعدوا عن المشكل، منه مشكل لكن توتر. خاصة مواليد 20 و21 تموز يوليو. ننتقل لبرج الأسد، مواليد برج الأسد أنا بعتبر هذا اليوم إيجابي وحلو ومفرح، ما بتهدوا اليوم، طاقتكم كتير إيجابية، بابلي، منعشة مطرح ما تكونوا، وبالتالي بعتبر مواليد برج الأسد اليوم قادرين إنه يقضوا عطلة أسبوع حلوة، نهار حلو، حتى أنتم فيكم تجملوا نهاركم، إذا أنتم من الأشخاص المتعبين اليوم تقدروا تجملوا بنهاركم وبيمشي حالكم وما رح تكونوا زعلانين بتاتا، أصلاً الناس رح تدق بيكم لحتى تاخذ منكم معلومات خدمة أو مساعدة، فكونوا جاهزين. الأكثر حظاً فيها تكون مواليد 19-11 آب أغسطس، هيدي من كوكب الزهرة. بنروح لبرج العذراء، طبعا القمر بطل ببرجكم من امبارح المساء، فالاجواء اليوم بعدها جيده، بعدكم بتملكوا مفتاح النجاح، عم تتقدموا اصلا انتم هلا دخلتوا بصفحه جديده، وتكون حتى دقيقة معكم أكثر، احتمال إنه إذا هلا ما دخلتوا بصفحة جديدة، مع إنه هلا خلص فتحت الأبواب على مصراعيها، البوابات حتى، على عيد ميلادكم كونوا دخلتوا فعلا في الصفحة الجديدة. المهم الجرأة عندكم إياها بتملكوها، لكن انتبهوا في فرق كثير بين الجرأة والتهور. عطلة أسبوع، صحيح بدكم تدللوا حالكم، بتستاهلوا بتستحقوا، لكن باعتدال. بعدوا عن المشاكل وما تنزعوا صداقة أو علاقة حب أو أي علاقة مهمة. 25-26 آب أغسطس، لكن الجو متقلب وغائم أو عاصف عندها. منكمل مع برج الميزان، مواليد برج الميزان الأجواء عندكم اليوم جيدة مع وجود القمر ببرجكم، طبعا الأجواء هي فينا نقول كانت متعبة من 23 آب أغسطس، هلأ بلشت الأمور شوي تتغير، الشمس صار ببرجكم وفي انطلاقة كتير حلوة، لكن رح تتحسن شوي بعد أكثر وأكثر في 23 أيلول سبتمبر. من هلأ لوقتها بدنا ندولبها، في شيء جديد عم يدق بابكم، في تغيير جديد عم بيقلكم انتبهوا، انتو جايين على فترة مفروض تكون أفضل، لكن لأنه كوكب المريخ ببرجكم فكونوا منتبهين. مواليد 6-7-8 و9 أكتوبر كوكب المريخ يجلب معه بعض الأحداث أو الظروف، المتسرع أو المتهورة فكونوا حذرين. بنروح لبرج العقرب، يوم بطيء لمواليد برج العقرب، الأجواء منا سريعة بتاتا، بالعكس الأجواء كتير ضعيفة والأجواء يمكن تزعلكم أو الأجواء تخيب لكم أملكم، شو ما كنتوا عم تعملوا، عطلة أسبوع بدنا ننبسط بدنا نرتاح، لكن كله باعتدال وبعقل، بدكم تكونوا كثير منطقيين، ما تتهوروا، اليوم نهار قد يخيب الامال، ويمكن كل عطله الاسبوع تكون مخيبه للامال، فكونوا حذرين وخططوا واعملوا بلان بي.
بنكمل مع برج القوس، مواليد برج القوس هيدا نهار مهضوم بالنسبة لإلكم، سعيد بيحمل شوية إيجابيات، بيخلي هذا اليوم يكون فرح، وفي احتمال إنه مواليد برج القوس اليوم يكون عندهم فرحة، يكون عندهم سهرة، يكون عندهم ظهرة، يكون في عندهم gathering outing شو ما كان، المهم أنتم مبسوطين ومرتاحين، وبعتبر مواليد برج القوس من الأبراج يلي فعلاً رح تحس حالها ارتاحت، ارتاحت وكأنه في تقل كان حمل تقيل عندها على ظهرها كتافها وهلا نزلته، فأجواء أنا بعتبرها حلوة كتير لإلكم، نهار حلو وعطلة أسبوع حلوة. بنروح لبرج الجدي، مواليد برج الجدي نهار جيد طبعاً. بما إنه مواليد برج الجدي بطل القمر ببرج ترابي لإلكم، أخذتوا طاقات كتير حلوة بأيام ثلاثة الماضية، هلأ مواليد برج الجدي بعتبر إنه انهارهم في أهمية معينة بانتظاره، مواليد برج الجدي في عندهم أشياء حلوة ناطرتهم، وبعتبر مواليد برج الجدي أي مسألة تقيلة صعبة أو معقدة أو فجأة بتنقصكم بعطلة هالأسبوع ما تعتلوا هم، بالعكس أنتم هلأ نجمكم كتير عالي، المسألة اللي عم تعيشوها كتير مهمة ورح تكون مفصلية، وليه مفصلية؟ بأي اتجاه؟ باتجاه إيجابي لأنه الشمس دعمتكم، ما تنسوا القمر والشمس كانوا داعمينكم ثلاثة ايام الماضيه، فمعناتها انتم جايين من طاقات ايجابيه. بنروح لبرج الدلو، مواليد برج الدلو بعتبر هذا اليوم كتير حلو، بيساعدكم بفرحكم، الاجواء واخيرا صارت ايجابيه مع وجود القمر في برج الميزان، وجود المريخ برج الميزان رح يعطيكم قوه وطاقه، ورح بتكونوا من الابراج السعيده النشيطه ويلي ما في شيء بيوقف بوجه، حتى رح بتحسوا حالكم انه مبسوطين ومرتاحين، وهنالك ظروف كتير حلوه بانتظاركم. مواليد برج الدلو بعد ما مر عليكم من اول اسبوع من يوم الاثنين شوية ضغوط، اليوم ببين سنكم تضحكوا وتفرحوا. بنروح لبرج الحوت، مواليد برج الحوت هذا يوم انا بعتبره بيطمن لكم بالكم، بتاخذوا نفس عميق والاجواء رائعه بالنسبه لكم، ثلاث ايام كانوا صعبين، كنتوا في عين العاصفة، هلأ طلعتوا من العاصفة، صرتوا على الشط، ومفروض توقفوا تلملموا جراحكم، تلملموا هالأمور من حولكم وتتقدموا، الأجواء اقتربت بعد في كم يوم، وبتفرحوا بالخروج من العاصفة كليا، انتوا هلأ بعين العاصفة، طلعتوا صرتوا على الشط، بعدين بتصيروا حرين ومرتاحين، فاليوم مواليد برج الحوت مثل ما عم بقول لكم لملموا جراحكم، صلحوا الأخطاء، وحاولوا ترجعوا تردوا الأمور إلى مجراها الطبيعي إذا مشي الحال. بختم مع مولود 16 ايلول، بالنسبة لكم مواليد 16 هيدي سنة بعتبرها سنة كتير مهمة، سنة مرتبة، سنة ايجابية، سنة بتحمل لكم دعم كتير كبير، هيدي سنة فيها تعاون مع جهات كتير كبيرة وبتأمن لكم نجاحات باهرة، بعتبر هذا العيد، عيد مولدكم بهيدي السنة مميز، احتمال يكون في تكريم لكم، نجاح، تقدم، وراحة راحات، يمكن تكون راحة مالية فينا نقول يعني، أو يكون في نجاح أكاديمي أو غير أكاديمي. بتمنى للجميع يوم سعيد، إلى اللقاء، باي باي.